هذه النسخة اختير لها من العناوين سنة 2020 بين التحديات الطبية والابتكار، وتطرقنا في هذه الندوة العلمية لموضوع الفيروسات والالتهابات الفيروسية المستجدة، وتطرقنا بالأخص لموضوع كورونا فيروس لما أثره من ضجة إعلامية بين قوسين، وكان هناك تدخلات من أساتذة وخبراء في الميدان. فيروس كورونا تم التطرق إلى سبل انتقال هذا الفيروس عبر الإنسان عند الإنسان أو ما إلى ذلك، والعلامات والأعراض التي يظهرها الإنسان عند الحامل هذا الفيروس، وسوف يتم التطرق إلى سبل الوقاية أو العلاج، وهل هناك أمل لعلاج من هذا الفيروس، وهل يجب دق ناقوس الخطر فيما يخص هذا الالتهاب الفيروسي المستجد. وكما أشرت لكم فهذا الموضوع فيروسات مستجدة يبلغ من الأهمية مبلغا كبيرا، وتوجهات وزارة الصحة في هذا النطاق كانت كبيرة وما إلى ذلك. الحمد لله كان الحضور كبير في المستوى، وما هذا إلا علامة على الحس التوعوي والصحي اللي والله عند المواطن المغربي. فاليوم استوي الطبيب الداخلي محطة علمية بامتياز، دأب الأطباء الداخليون على تنظيم ندوات ومحطة علمية في المستوى، وندوة ثانية إن شاء الله ستتكلم على زرع الخلايا الجذعية وتجربة المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. شكرا. هذه الأيام عندنا واحد اليوم ثقافي تحسيسي علمي توعوي اللي داخل في الأنشطة ديال الجمعية ديالنا، جمعية الأطباء الداخلين، اللي كان فيه بزاف ديال لي تيم اللي تطرقنا لهم، منهم الموضوع اللي شائك اللي موضوع العصر موضوع العالم في هاد الآونة هو كورونا فيروس، اللي تطرقنا فيه الحمد لله اللي شرح دورة الحياة ديال الفيروس وتوعية الجسم الطبي والشبه الطبي وتوعية الساكنة في هذا الإطار. الحمد لله من اهم الاحاور اللي طرقنا اليوم في هذا الفيروس هي دوره الحياه ديال الفيروس، ان كيفاش ان الفيروس كيتنقل من شخص الى شخص وكيفاش كتكون طريقه العدوى. بيان سور الى جبنا طرقنا وسائل الانتقال ديال الفيروس غادي نستافدوا من طريقه العلاج والوقايه منه. افضل طريقه الوقايه والعلاج منه هي غسل اليدين، هي النظافه، هي الابتعاد عن الحيوانات التي الحامله للفيروس، ومع ديال الانسان اللي معروفه دابا عالميا هما لي شوف سوري وما الخفافيش والتعابين والحيوانات الأليفة كمثل الإبل والجمال وما إلى ذلك. هذا الفيروس هذا هو ماشي فيروس اللي قاتل 100%، ولكن هاد الطفرات اللي ولاو دابا هما اللي كيعطيو أعراض خطيرة لفئة معينة من الأشخاص اللي هما الأطفال اللي هما الأشخاص المسنين وأشخاص اللي عندهم نقص من المناعة. En général, le virus n'est pas assez méchant que les autres virus. ولكن هاد الحصه اللي خدها ديال لا بروباغوند عالميا هي اللي خلات الاضواء تتجه ليه بهذه الطريقه. هو فيروس كجميع الفيروسات، هو فيروس ديال لا غريب اللي حنا كنتصابوا بلا غريب، كاملين كنتصابوا بلا غريب، ولكن كاينين طفرات جداد اللي بانوا اللي كيعطيو اعراض مصاحبه عند فئات محدده مسؤوله عن الخطوره. داكشي علاش باش نحميو هذوك الناس يجب الناس خصنا حنايا نتاخذوا دوك الاجراءات باش ما نعاديوهمش. كاريزون كما قلنا النظافه، ان نحاول يبغي شي واحد يتاوب ولا شي حاجه يكون في منأى عن الوجه ديال الناس الاخرين، وهذا الشيء هذا شنو غادي غير يعاوننا باش نقصوا من الحده ديال الانتشار ديال هذا الفيروس ان شاء الله. بيان سور هذا مشكل عالمي قبل ما يكون مشكل وطني او جهوي، والمشاكل العالميه وزاره الصحه المغربيه هي وزاره يضربوا بها المثل في الاجراءات التي تتخذ اون فاس ديال اي مشكل عالمي تيوقع. دايوغ الى ردتوا البال ان الاوامر الساميه لصاحب الجلاله اللي دعات اننا
التلاميذ والناس اللي كانوا في المدينه المخصصه البؤره الانتشار ديال الفيروس ديال كورونا اللي هي ووهان، تم استقطابهم بطريقه استعجاليه وتخداو في عنايه مركزه لمده 21 يوم. راكم عارفين انه كانت في لوبيتال ميليتير دو غابا اي في لوبيتال ميليتير دو مكناس. هذا غير جانب من الجوانب اللي تخدم وزاره الصحه، مع العلم ان وما هو جالي جهويا اللي حنايا كنتم جمعيه الاطباء الداخليين المسؤولين عن المستعجلات بمستشفى جامعي محمد السادس، كاينه دارت اون بروسيدور تري سوكسان تري بريف افيكاس باش الناس اللي عندهم الاعراض او الناس اللي قدر يكونوا اسباب في الانتشار ديال الفيروس تتم لو كونترول ديالهم. اي دايور جوسكا بريزون هنا في مراكش مازال ما ديكلارش حتى شي كا غيال دو كورونا فيروس. كاينين لي غيمور ولكن كيبقى داكشي سون دي غيمور غير ولا باش تعرف ان وزاره الصحه اللي فريمون امبليكي اللي ان سيستيم كي ديجا انستوري افون لانستالاسيون ديال الفيروس كوميم. دونك حنا في الاطباء الداخليين كنا توعينا من قبل على الفيروس والخطوره ديالو، وحنا ان شاء الله مستعدين من اجل لو دياغنوستيك اي لو تريتمون ديال من اجل التشخيص والمساعده ديال العلاج والقيمه ديال المساعده للشعب اللي غيكون يعاني من هذه الاعراض مستقبلا ان شاء الله الحمراء. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.